كلمة ترحيبية فقط. الهدف منها أولا هو أن نؤكد أمام المنظمة العالمية أو المكتب الدولي للعمل على أننا لحمة واحدة في المغرب رغم الاختلافات اللي كتكون الحوارات الاجتماعية. نحن لحمة واحدة أولا لأن ما يجمعنا هو المصير ديال البلد ديالنا، لأن ما يجمعنا هو خدمة المواطنات والمواطنين ديالنا، ولأن ما يجمعنا كذلك هو مشروع على مستوى البلد برمتها يسمى الدولة الاجتماعية. هذه الدولة الاجتماعية التي بدأت ببرنامج مهم فوق سيدنا الله ينصرو يخص الناس اللي ما عندهمش دخل ديال الدعم المباشر، وقبل منه كان المشروع ديال تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، جاء من بعده واحد المشروع كبير ومهم ديال السكن بالنسبة للطبقات يعني اللي ما عندهاش دخول مرتفعة إضافة إلى الطبقات المتوسطة. وكيجي هاد اللبنة الأخيرة اللي وضعناها اتفاق ديال 29 أبريل اللي كينفذ الاتفاق ديال 30 أبريل ديال سنة 2024، واللي بدون نضال النقابات وبدون توافق اللي وصلنا له مع الاتحاد العام مقاولات المغرب كذلك ومع الحكومة ما كانش يمكننا نوصلوا لهذه الزيادة اللي هي مهمة في الأجور غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، والتي كنعاود نقولها كيستحقها الطبقة الشغيلة. مازال فنعاود نقول على أن الحوارات القطاعية ستستمر كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق، ويجب أن تستمر لأن عدد من القطاعات يجب أن تحظى بحقوق ديالها كاملة غير منقوصة، باش إن شاء الله من هنا لنهاية ديال هذه السنة هذه مع بداية السنة الجاية مع كل الالتزامات اللي عندنا نساو هذاك العصر اللي كيكون فيه التزامات وربما لا تنفذ بالكامل، ونبداو مع الطبقة ديالنا شغيلة عبر تمثيلية النقابية وعبر المشغلين في مرحلة جديدة تقطع مع ممارسات الماضي. نحن في سيرورة ديال التقدم، وهذه السيرورة هذه احنا بغيناها على أي حال تكون في خدمة المواطنات والمواطنين، لأن الدولة الاجتماعية هي أولا وقبل كل شيء فعل وممارسة وواقع يجب أن يحس به كل مغربي مغربي على اختلاف طبقات اللي كنتمي لها من الناحية الاقتصادية. يقوم السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف بزيارة إلى المغرب، ومن المعلوم أن هذه المنظمة هي من هياكل الأمم المتحدة وتنفرد بالتركيبة ديالها اللي هي ثلاثية التركيبة، تشارك في المؤتمرات السنوية كل حكومات ديال العالم وأرباب العمل والحركة النقابية، ولنا الشرف في الاتحاد المغربي للشغل أننا نمثل الحركة النقابية الإفريقية في مجلس الإدارة اللي هو أعلى سلطة. وهذه الزيارة ديال السيد المدير العام اللي هي الأولى منذ الانتخاب ديالو تدخل في إطار تبادل الرؤى، وقد زارنا بمقر الاتحاد المغربي للشغل البارحة، وبالطبع قدمنا له عروض حول المنجزات ديال البلاد ديالنا في مجموعة ديال الميادين في ميدان الحوار الاجتماعي، وخاصة الاتفاق اللي وقعناه مع السيد رئيس الحكومة في 29 أبريل، ثم ميدان الحماية الاجتماعية للمنظمة ديال العمل الدولية تعنى ولها مديرية كبيرة خاصة في هذا الباب، ثم في العمل اللائق للمنظمة دايرة واحد البرنامج على عدة سنوات. هذه الزيارة بالطبع ديال السيد المدير العام باش يتعرف على البلاد ديالنا واللي تحقق من أجل الرقي بعالم الشغل. كذلك طلبنا من السيد المدير العام باش البلاد ديالنا والمغرب سواء
الطرف الحكومي أو الأجراء أو أرباب العمل يحضوا بكثرة ببرامج اللي كديرها المنظمة خاصة في واحد المركز ديال التكوين بطورين. فهذا الشيء اللي كنقوموا به بالطبع داخل في إطار الدبلوماسية النقابية من أجل التعريف بالمنجزات ديال البلاد ديالنا، ومن أجل كذلك الرقي بعالم الشغل لما فيه مصلحة الطبقة العاملة المغربية. اليوم لقاء اللي كيأكد على أن الحوار الاجتماعي هو ثلاثي الأطراف بحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية، اعتبار هذه هي المنهجية المعتمدة على المستوى الدولي. أعتقد أن هناك جاء من بعد التوقيع على محضر تنفيذ الاتفاق السابق ديال 2022 اللي فيه انتزعنا فيه العديد من المكتسبات، ولكن هناك قضايا ثقيلة اللي غتكون موضوع خلافات واختلافات في توجهات الأطراف الثلاث فيما يتعلق بضمان حق ممارسة الإضراب انطلاقا من المرجعية الدولية. وهي مناسبة أكدنا على ضرورة أن المغرب يصادق على الاتفاقية الدولية 87 اللي كتضمن الحرية النقابية، وأيضا الملف ديال التقاعد اعتبرنا أنه هناك التزام من طرف الحكومة باش يكون التفاوض والبحث تكون إرادة سياسية للوصول إلى توافقات حول هذه الإشكاليات الكبرى حتى نضمن الحق في ممارسة الإضراب، وحتى نؤمن المكتسبات الاجتماعية في مجال التقاعد، وحتى يتم مراجعة مجال التدبير والحكامة ديال الصناديق اللي كانت أحد القضايا اللي انتقدناها سابقا. بطبيعة الحال هناك المجال لحرية النقابية اللي أكدنا أنه فيه تراجعات خاصة على مستوى القطاع الخاص، وبأن خص يكون مجهود، وهذا اللي نص عليه حتى الاتفاق، من أجل ضمان الحق في الممارسة النقابية، وأن المقاولة مفروض أنها تلتزم بالتشريعات الاجتماعية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ديال الأجراء. بل اليوم مطروح على المستوى الدولي إشراك الأجراء ليس فقط في الإنتاج ولكن في اتخاذ القرارات، وهو ما يسمى اليوم بلا كوديتيرميناسيون، معنى المشاركة في صناعة القرار داخل المقاولة، وهذا شيء اللي كيعطي الأجراء مكانة وكيعطي الحوار الاجتماعي مكانة متميزة. أعتقد أن هناك إشكاليات وقضايا مطروحة على المغرب، العدالة الاجتماعية مطروحة مازال خص أشواط كبيرة، مجال الديمقراطي مازال المسار طويل، والحوار الاجتماعي أعتقد أنه خصو يستمر ويكون مسؤول على جميع المستويات. Cet accord montre la responsabilité autant des syndicats que du patronat que du gouvernement aussi. Nous avons pris des engagements qui viennent améliorer et qui viennent donner vraiment un souffle au pouvoir d'achat du citoyen marocain. Un engagement aussi pour revoir le code du travail. Un engagement. Pourquoi revoir le code du travail? Parce que nous sommes à plus de 20 ans que le code du travail n'a pas changé. Les métiers d'avenir, on ne les connaît pas encore. L'histoire qu'on a vécue du Covid aussi, qui a fait qu'il y a eu beaucoup de perturbations. Donc nous devons avoir un code du travail qui soit équilibré entre les employés et les employeurs. C'est tout ce qu'on veut. Mais la question qu'on se pose, est-ce que on veut tirer la corde de l'autre côté? Donc nous voulons un code du travail qui soit équilibré. Le droit de grève aussi, c'est important, et j'espère qu'on va l'opérationnaliser très bientôt. Bien sûr, la formation professionnelle, sur laquelle on voit les changements qui se passent dans le monde, et nous avons besoin d'une formation professionnelle continue qui soit réellement au service des entreprises, sachant que 95% de l'économie marocaine, c'est des petites et moyennes entreprises, donc elles ont besoin de former leur personnel pour qu'ils soient plus réactifs au changement que nous en train de vivre. Donc, cette visite vient au bon moment pour montrer aussi que notre pays est un pays qui évolue dans le social, c'est un pays qui évolue dans le bon sens où tous les acteurs sont responsables. Et maintenant, inchallah, je pense que l'instauration du dialogue social va permettre aussi une vision positive de l'avenir social de tout le monde. Merci. Merci. Thank you.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.